إن الصراع بين الحق والباطل أزلي، فهو سنة ماضية باقية ما بقي على وجه الأرض، طائفة على الحق ظاهرة. وحيث أن الأنبياء من الدعاة إلى الحق والخير والنهضة بالعباد والبلاد، فقد لاقوا الصد والرفض من قوى الباطل التي تمثل القوى المتغطرسة والمتجبرة، الذين يحاولون أن يسطروا على شعوب الأرض ويقرروا مصير هؤلاء وفق مصالحهم ورغباتهم الشخصية. فلم يبعث الله تعالى نبياً إلى قوم من الأقوام إلا ولاق هذا النبي الصعوبات في رحلته الدعوية، فمنهم من استهزئ بهم، ومنهم من كذبوا، ومنهم من قتلوا وشردوا. وإن نبينا محمداً صلى الله عليه وآله نال النصيب الأكبر من الإساءة والاستهزاء نفسياً ومعنوياً وجسدياً، حتى قال صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. ومن أشكال إيذاء النبي صلى الله عليه وآله التعرض والطعن في شخصه الكريم، فمنذ أول بزوغ لفجر الإسلام وإلى يومنا هذا، يقوم أعداء الإسلام بين الفينة والأخرى بالتعرض لشخصه صلى الله عليه وآله، وذلك من خلال إثارة الشبهات فيما يتعلق ببعض جوانب حياته المباركة، سواء على المستوى الشخصي كقضية كونه أمياً، أو على المستوى الاجتماعي كتعدد زوجاته بسبب ولعه بالنساء، أو على المستوى السياسي والعسكري كنشره الإسلام بالسيف والقوة وافتعاله مجزرة بيهود بني قريظة وبسبي نسائهم. فما هي حقيقة تلك الشبهات التي تنسب إلى شخص النبي محمد صلى الله عليه وآله، وكيف نردها عن شخصه الكريم بالمنطق وبالدلائل والبراهين؟